ورجعنا من الفصل وبنكمل مع بعض عشان نقفل وصفتنا. طيب عملنا ايه؟ عملنا قبل الفصل، الفصل الاولاني عملنا اول الحلقه يعني عملنا مع بعض تعصيقة اللحمه وعملنا الصلصه وعملنا مع بعض البشاميل. طيب انا شايفه ان البشاميل تقيل بالنسبه للوصفه دي، فهعمل ايه؟ لضيف شويه شوربه، لا شويه لبن لا شويه ميه، عادي جدا ان انت تخففيه وتعملي القوام المعقول المظبوط اللي لما يدخل الفرن يظبط معاكي، ما يبقاش متكتل زي ما قلنا ويبقى مش حلو. تمام، يلا بينا كده نشوف هنعمل ايه. اول حاجه معايا شويه جبن بقى، وانا شايفه بصراحه عشان ما نتقلش ان بلاش احط الجبن دي. تمام، اقدر اشتغل بيها كده تبقى خفيفه كده وناعمه ما تبقاش مكتله. تمام، ممكن نحطها عادي. اتفضل. ايوه طيب، هنقول تاني، احنا ممكن ننزل من مكونات يا استاذه ياسمين. يلا بينا، ننزل بيها عشان الناس برضو تبقى عارفه ونقفل واحنا بنقولها كده. يلا بينا. طيب عملنا ايه مع بعض؟ عملنا زي ما قلنا الاول التعصيجه عباره عن ايه، حطينا بصل وحطينا ثوم، حطينا شويه زيت صغيرين جدا، وكمان عملنا شوحناهم، بس بعد ما شوحنا اللحمه حطينا البصل والثوم عليها وشوحنا كويس جدا، وبقيه التوابل بتاعتنا ومكعب المرق وكده. تمام جدا، ما ضفنا لهاش اي حاجه ثانيه. تمام، طيب تعالوا بقى احنا هنعمل كام خطوه كده استعدادا لتقفيل الصينيه بتاعتي. والمكونات معانا على الشاشه، اخدت ربع كوبايه ميه اهي سخنه، ونقلب عشان اظبط القوام، عشان الناس اللي بتقول المكونات ما بيلحقوش يصوروها اهي معاكم على الشاشه. خففت كده البشاميل وحاسه كمان ان هو عايز يخف كمان شويه اهو، كمان حبه ونقلب أهو. بس بصوا القوام ده بالنسبه لي مظبوط، لازم احس انه كريمي ما بقاش مكتل معايا. بصوا اهو كده، بس القوام ده حلو بالنسبه لي جدا. بس ناخد المضرب بقى، خلاص كده كفايه عليه. يلا بينا ناخد دول اللي هم ايه، الورق الرولي اللي احنا حطيناه مع بعض، نشيله اهو ونبدا نشتغل. طيب انا عايزه معلقه او كبشه او اي حاجه نشتغل بيها عشان نحط. ماشي يلا بينا، هاخد كبشه صغيره وهنزل بيها في الارضيه كده. تمام اهو، ده اول حاجه قبل ما اطبق اي حاجه. انا عايزه تجيبي الصلصه اللي على النار برضو تبقى قريبه مني اهو. بسم الله، احطها قدام ولا مش هينفع؟ خليها كده، اطلعها قدام كده اهو كده. تمام، مش هتيجي؟ لا. تمام، مين ان شاء الله. هنعمل ايه بقى؟ هناخد رق من البتنجان نحطه تحت بالشكل ده اهو كده، نرص بقى، عارفين اكننا بنرص تورتايه بالشكل ده. وهناخد رق من البطاطس ونرص كده واحده واحده بقى كده، فني وطلعي الشكل اللي انت عايزاه، لان الطعم هيبقى حلو جدا، الميكس اللي احنا حاطينه حلو قوي اهو كده بالشكل ده. طبعا في ناس ما بفضلش البطاطس كتير، فانت ممكن تحطي رق واحد عادي جدا. انا هعمل ايه؟ هحط الفلفل، هرصه برده كده بطريقه عشوائيه شويه، لان احنا هنقعد نرص فيه كده هنقعد يوم اليوم كله. انت بقى في البيت اشتغلي بقى ورصي براحتك وحطي واحده واحده، مفيش مشكله اهو. ناخد حبه كمان، انا بقى بحب في الوصفه دي الفلفل اكتر، بتبقى حلوه جدا وما تحمرهاش قوي الفلفل، لازم كده يبقى اكنه بس واخد يا دوبك كده صدمه بس في الزيت وطالع على طول مش متحمر، عشان القرمشه بتاعته دي بتبقى حلوه قوي، وكمان بيبقى بيدي طعم احلى اهو. انا مش هحط رق تاني كده من الفلفل، انا هاخد كل الفلفل ده نحطه. هناخد بس رق صغير من البطاطس ورق من البتنجان تاني. حلو كده، هننزل بقى نجيب كبشه تاني. يا رب يا معين اهو،
بسم الله نقرب الصلصة بتاعتنا ونبدأ بقى نشرب كده الطاجن بتاعنا او البايركس بتاعنا، الصينية بتاعتنا اللي احنا شغالين فيها اهو. ريحة الصلصة خطيرة وحلوة، متبلة حلو ومدينها كل الحاجات اللي محتاجاها عشان تبقى هي كمان متبلة، ما تبقاش طعمها مش زي بقية الوصفات، زي بقية الوصفة معانا يعني، زي ال قولوا معايا المفروم والكمان البشاميل. ارجع ورا اهو اهو، عفوا اهو بالشكل ده، نشيل كمان من هنا، هناخد معلقة تانية ونشتغل ننزل المفروم عليها. فاحنا كده عاملين طبقات، طبقة من البتنجان عليها البطاطس عليها كمان الفلفل، وبعدين طبقة من الصلصة، وطبقة كده من اللحمة المفرومة. شايفين ما شاء الله شكلها حلو جدا. نقدر نعمل لو في بايركس تاني تقدري تقفلي كمان صينية لو انت مكترة كمية البتنجان يعني اللحمة المفرومة دي، تاخد كمان صينية تاني ما شاء الله يعني. اهو حاضر. الو يا مي. ايوه سعاد، اهلا وسهلا. ايه انا بحبك قوي قوي والله. وانا بحبك جدا، تسلمي لي يا رب، ما تحرمش منك يا قلبي. عايز اوصلك من زمان بس ما بيرن، ما حدش بيرد عليا. اي معلش، بيبقى في ضغط تليفونات بس يا قلبي، اموريني يا روحي. انا بحاول اوصل لاي حد. انا بصي انا عايزه اكلمك ضروري ضروري مع الدكتوره. حاضر، قولي لي. طب ايه عشان لو ما عرفتيش توصلي لي تاني وانا اقول لها؟ قولي لي يا قلبي ايه مشكلتك. طب سيبي رقمك في الكنترول واحنا نرجع نتواصل معاكي. شكرا ليكي يا قلبي. بصوا بقى، حطينا اللي فاضل معاكي، تقدري تزودي كميه البطاطس وكميه البتنجان، بس زي ما انا قلت لكم انا بحب البتنجان اكتر، فمزوده في البتنجان اكتر من البطاطس والفلفل. يعني انا الفلفل والبتنجان هم اساس الوصفه معايا. بصوا بنقفل كده كل الاماكن اللي موجوده عشان خاطر نقفل الصينيه بتاعتنا خلاص. عايزه اقول لكم قاعدين يقولوا لي حطي كل حاجه اهو عشان تبقى كل حاجه موجوده. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ احط شويه من الصلصه تاني، هشيل بقى المعلقه دي عشان حاسه ان هي مش هتديني انا هعمل كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، نشربها بقى كده عشان تبقى حلوه، ونسيبها بقى في الفرن تاخد وتدي مع نفسها. اديها بس كده ايه تقليبه، هيحط لها البشاميل، بس لسه في بشاميل. ليه بنعمل الخطوه دي؟ بنحط الصلصه وفوقيها البشاميل، بيعمل ميكس كده وهي في الفرن، بيخلي لون البشاميل فيه بينك كده، عارفين لونه حلو زي ما انتم شايفين كده في النسخ اهو. بص البشاميل مش تقيل خالص اهو، بس كده. هو الطاجن كان عايز الصينيه كانت تبقى عايزه اوسع، بس ما فيش مشكله اهو، بس كده. بصوا طاجن عظمه او صينيه عظمه، بتنجان وشويه خضار بسيط جدا. نقدر نشيل على فكره اللحمه المفرومه ونعمل كل اللي احنا عاملينه ده، ما فيش مشكله، بطريقه بسيطه وسهله. تمام، تعالوا بقى نعمل ايه. اديها بس رشه جوز الطيب ورشه قرفه من على الوش عشان انا بحب الميكس ده مع البشاميل، بيبقى طعمه حلو قوي. بصوا اهو ايه دي، رشه بسيطه، بتلاقوا بقى ريحه كده وطعم خطير في البشاميل، بس كده.